زيزو، زين الدين زيدان، لكن الفرق الان ليس كبير على ان يصنف زيدان مع مارادونا. هو الذين يبحثون عن رباعية تاريخية. لدخول التاريخ، دي بروين يقول نعمل على هذا الأمر، نعم نعمل على هذا الأمر، نعم ندخل نركز في كل مباراة. عرضية ترسل عالية والكرة ما زالت قائمة، يا السلام، ثاني الأهداف، نعم ليروى سانيه هو من تكفل بإحراز الهدف الثاني، وصلت إليه الكرة فسددها مثل ما هدف ليروى سانيه، يسجل ثاني أهداف المان سيتي في وقت مهم قبل نهاية هذا الشوط الأول. هنا الكرة وهنا التمهيد، يا السلام. سونودو يمر 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 يمر، أرضية وجول. هاتسون أودوي يضرب الكرة في رجل أوليفييه جيرو، يأتي الجول، الهدف الأول بشق الأنفس من كالوم هاتسون أودوي، مررها في اتجاه أوليفييه جيرو، جول. يبحث عن إيدن هازارد، وصلته إيدن، دخل إيدن هازارد، لا با 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 رائع، جول. هذه واحدة من روائع إيدن هازارد، عندما يستلم يدور يراوغ باليسرى ويسدد باليمنى على يسار الحارس، وجول. فعلها البلجيكي إيدن هازارد وسجل هدفه الرابع عشر. هازارد لوفتيش تشي، با 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 با، جول في منتهى الروعة من روبن لوفتيش تشيك، يا سلام، يا له من جول، هو الخامس بالنسبة للاعب الإنجليزي الرائع. استلم كرة من عند إيدن هازارد وحطها هو كذلك في الزاوية اليسرى. داخل منطقة الجزاء، هنا المرور ومحاولة سون، التسديدة في الجول، وسجل يا تاريخ، سجل يا تاريخ، ويا كاتب التاريخ اكتب بمداد من ذهب ان الكوري كان داخل منطقة الجزاء، وامام ناظري ركس نيابة، ركس نيابة، الا ان تمر الكرة، الا ان تمر الكرة في الشباك وتعلن عن هدفها الأول، الثاني عفوا. بعد هذه النتائج ترتيب الفرق أصبح على النحو التالي: المركز الأول مانشستر سيتي ب 80 نقطة من 32 مباراة، ما زال أمامه 18 نقطة يلعب عليها هو وليفربول طبعا وبقية الفرق، لكن بالنسبة لهذين الفريقين يعني قد ينتهي الدوري والفريقان فوق 95 نقطة. إذا فارق نقطة واحدة حاليا من نفس عدد المباريات. الثالث أصبح توتنهام من جديد ب 64 نقطة، الرابع أرسنال ب 63 نقطة مع فارق الأهداف عن تشيلسي ولكن مع مباراة باليد لأرسنال، ثم في المركز السادس مانشستر يونايتد ب 61 نقطة. ثاني المحاولة الأمامية، فريق نابولي وتصويبة، جول 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 جول، يا سلام على كرة القدم، فرياس يتألق يتجمل في هذه اللقطة، وعلى عكس سير اللقاء تماما وعلى عكس سيناريو المباراة تماما. تاني ملك اللي نازل يستلم، يحضر الكرة إلى زيلينسكي، يا ولد يا ولد، الله 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 عليك يا زيلينسكي، الله، الرجل بيرد اعتباره سريعا في هذا الحوار وبيقول لمدربه كارلو أنشيلوتي أنا آسف أيها الكوتش، أن 90 قبل بداية كأس العالم كانت في إيطاليا، ضربة ركنية، جول جول، دي لورينزو يتألق يتجمل يبدأ يقنع في حوار الليلة، وبضربة رأس قاتلة يسجل ثاني الأهداف.
الكالتشو في عام 2013 ويستمر وصولا إلى هذا العام. كرة بمحاولة خطيرة وهدف يأتي، يسجل الانتر الآن ويتقدم عن طريق جالياردينيمرة أخرى. جالياردينييثبت بأنه في توف وجات أندري راتو من أجل 10 أهدافه والأهم ريكارديو. يسجل مورو ويضع كرة في شباك جنوة ويتقدم الانتر بهدفين الآن مقابل لا شيء. وعن طريق أخرى لمصلحة الانتر خطيرة وصلت إلى بيريزيتش. تمريرة إيكاردي تسوى الهدف بأكملة. في اللقطة الماضية إيفان بيريزيتش يضع كرة في المرمى ويسجل الهدف الثالث لمصلحة الانتر. إلى خارج أرضية ملعب ركنية الآن ملعوبة في منطقة الجزاء، رأسية خطيرة جدا. جول جول، نعم تجاوزت خط المرمى والقرار يأتي بساعة الحكم التي صدقت على هدف الانتر الرابع، رابع الأهداف بالنسبة للإنتر. وهذه المرة رأسية من جالياردينيجالياردينيمن جد. هدف لسان لا فيورنتينا يتقدم بعد الكرة الرأسية التي لعبها بيتسيلا، لكن روما لم يبقى مشاهدا كرة عرضية وزانيولو برأسه يضع الكرة على القائم الثاني والنتيجة 1-1. هذه المباراة لم تنتهي عند هذا الحد، فهنا كما نرى كرة عرضية واللاعب يوقف الكرة بصدره، بعد ذلك يأتي جيرسون ويسدد بيسراه والكرة تتحول في الشباك 2-1. لكن المباراة لم تنتهي بعد، في الدقيقة 56 فريق روما كما نرى هنا كلويفرت يمرر كرة عرضية والكرة تصل لبيروتي الذي يسدد في الشباك 2-2. نعم كما نرى هنا فريق إسبال تحتسب له ركلة جزاء وبيتانيا من علامة الجزاء يسدد محرزا. الترتيب اللي تغير فيه الترتيب، الإنتر يضيف 3 نقاط 56، الأتلانتا يلعب غدا المباراة، لاتسيو يبقى ب 48 نقطة صحبة كل من روما، روما يضيف النقطة، روما التورو الذي أضاف 3 نقاط، سامب فوليريلا يبقى ب 21 هدف، بيونتيك أضاف هدف هذا الأسبوع 20، رونالدو 19، زاباتا ننتظره غدا 19 أيضا، ميليك 16 لم يسجل اليوم، إيموبيلي 13 هدف. فريق يعاني في حين هجوم سريع، ياغو يتقدم، ياغو الهدف الاول، ياتي الهدف الاول لمصلحه ناري سيلتا فيغو، هدف جميل، هدف ملعوب عن طريق برايس مينديس، ياتي بالهدف الاول لكن اكثر من تمريره، بعد ذلك اتى الهدف الاول عن طريق برايس مينديس صاحب 22 سنه، راح يعني الكثير بالنسبه للفريقين. ياغو يصوب جول، ياتي بالهدف رقم 13 لا من خلال هذا الموسم، موسم 2018-2019، قلت لكم هداف. الى فيريرو لمسة ولا التصويب، ما زالت خطيرة، جول، ياتي الهدف الاول الان لمصلحة نادي ويسكا، ياتي الهدف الاول عن طريق يانخيل هيريرا، متعلق الا الان ممكن الهدف جول. اتت العوده لمصلحه نادي ويسكا، لكن هذه المره عن طريق زكويلا فيلا، هداف ايضا يرد على اسباس، يرد هذه اللقطه، هنا التصويبه جول، هدف ثالث لمصلحة
لمصلحة نادي وسكا، هدف ثالث لمصلحة نادي وسكا. قلبوا الطاولة، قلبوا الطاولة نادي وسكا، وياهي فرحة في المدرج. هوغو يحاول التقدم، هوغو كرة عرضية هنا، اللمسة جول، هدف التعادل لمصلحة سيلتا فيغو، هدف التعادل لمصلحة نادي سيلتا فيغو. لكن شوط ثاني مثير، شوط ثاني ممتع، وشاهدنا لغاية الآن 5 أهداف من خلال شوط. يتألق الكرة الركنية اللي اتلعبت، وادي أمامنا استلام، ممكن يسدد، وكرة وكرة خادعة، كرة خادعة من جدش. يا ولد يا ولد يا ولد، الكرة الصعبة في الدقيقة البرتغالي عملها، عملها جدش، عملها وسجل في أول المحاولات على المرمى الهجمة المركزة. خشب اللعب كوندوبيا، ركنية هنا من جانب داني باريخو، الرأسية خطيرة، الثاني الثاني الثاني، خلاص خلاص أمامنا هنا جراي، هو يسجل فقط في الكبار، سجل في البارسا وسجل في مرمى ريال مدريد لينهي هذه الملحمة من جانب فالنسيا بهذا الهدف هنا من الأرجنتيني جراي. أمامنا هذه الركنيات 9 مقابل 6، ركنية جديدة ورأسية، ويسجل كريم بنزيما، يسجل كريم بنزيما، نتيجة 2-1 للمرة 34 في تاريخ اللقاءات في هذا الملعب رقم 17، 2-1 نتيجة محببة هنا، وبنزيما من هذه الركنية. الرياض أكبر خاسر في هذه الجولة بعد تعادل برشلونة في أمس وفوز أتلتيكو مدريد، الرياض أصبح على بعد 13 نقطة بدل أن يقلصها وين 10 نقاط، ازداد هذا الفارق إلى 13 نقطة، وفالنسيا أكبر المستفيدين أيضا في المركز الخامس ب 46 لو فاز في الجولة 28. محاولة من كيفن سوهي، عرض في الشباك، هدف أول، جول نونو دا كوستا، يفجر المدرجات بفرحة كبيرة بأول أهداف في شباك الحارس مينتي، عرضية موزونة رائعة ومتابعة. فسوا يتواجد في مراكز متقدمة، لكن الخصم اليوم صعب، ستراسبورغ يبدأ من حيث انتهى، هدف ثاني لصالح ستراسبورغ بتوقيع غونكالفاز. كما قلت الخصم اليوم صعب، الخصم اليوم شرس ومنتشي بتتويج رابع في بطولة كأس الرابطة، بالتالي ستراسبورغ مرت الكرة باتجاه غونكالفاز، كرة الهدف الثالث، غونكالفاز يسجل الثنائية الشخصية، يرفع رصيد ستراسبورغ بالثلاثية بسلاح المرتدات كما كان متوقع، السيناريو كان واضح تماما، ستراسبورغ يقف بثقة. حمل الهدف الأول الذي فتح المجال لياث التقدم، داكوستا يسجل، داكوستا على طريقة بانينكا، على طريقة زين الدين زيدان بالتحديد، كرة تلامس العارضة وتسكن شباك الحارس ماندي على طريقة الكبير والأسطورة زيزوف. الهدف الأول، جول جول ديريلو، الهدف يا ولد يا ولد يا ولد على هذا الهدف، الله يا إندي على هذا الهدف، ولكن التمريرة هي الأروع، هدف جميل لإندي ديلور، وموبيليه في المقدمة الآن بأول الأهداف. لاسنو عرضية مرت خطيرة، لو مرت خطيرة جول، جول لموبيليه، ميهايلو ريزديتش، ميهايلو ريزديتش يعطيهم هدف الأريحية الآن، وتصبح النتيجة 2-2، موبيليه 2 غونغون لاشي. لو مر مبابي حاول يأتي من الخلف، مبابي في رد التصوير، جول، الان يأتي من تصويبة من خارج منطقة الجزاء، ماركو فيراتي بأرضية يباغي تاتارو شانو، مبابي يتقدم، كيليان
ويسجل الهدف الثاني. الهدف الثاني يرجع للزاوية الأولى ليسجل فيها ضربة الجزاء الأولى واللي رفضها الحكم. الشيء نتابع هذه الكرة دانيال في الشوط الترويض. الترويض جول، هدف ممتاز دانيال فيش. الترويض يحطها في زاوية بعيدة في مرمى تاتا روتشانو. هو تفاعل نيمار. So Kimmich to serve it in. Oh, a free header! And it's Goretzka from close range. Didn't take long. And good challenge. Stole it away. And Schnatterer with the cross, a free header! And there's the equaliser! And it's that man, Glatzel. He told you about his aerial prowess. Well, it's paid off. And Heidenheim, a right defensive cover to warrant that decision. And here come the visitors again. It is Schnatterer, and he's done it! Would you believe it? Mark Schnatterer on the break. Heidenheim using their man advantage to devastating effect. And the Minnows lead in Munich. Just created here towards Muller. Lewandowski back to Muller on the turn. It didn't take long. Thomas Muller beating his namesake Kevin Muller in the Heidenheim goal. And parity restored. Yeah. Again, numbers forward and you're open for the counterattack. And Gnabry's found his man, Muller. The two front men combining to deadly effects. And Niko Kovac's men have turned it around in less than 10. Thiago's corner, and Gnabry at the far post. Was he onside, is the question. I think the flag has gone. Is there any way back for Heidenheim there for promising movement here? The shot is on. Well, there may be a way back for them. How about that? Out of nothing, Robert Glatzel has done it again. His second of the night keeps things interesting here at the Allianz Arena. Yeah, this is completely against the run of play, and it is. It's for a quite remarkable hat-trick for Glatzel! As cool as it could possibly be, Robert Glatzel, right. Now then, the Polish marksman to try and restore the advantage for Bayern. Lewandowski against Muller, sends him the wrong way. And is that the moment that finally, finally settles it?